السلام عليكم، معكم زميلتكم مروان عوض من تيم اور كورس. هنشرح مع بعض ان شاء الله المحاضره السابعه سايكاتري بعنوان الفرستريشن والديفنس ميكانيزم. المحاضره سهله جدا. اول حاجه بنبتدي نتكلم عليها الفرستريشن اللي هو الاحباط، وبنبدا ناخد تعريفه، وبعد كده ايه ردود الافعال اللي بيعملها الشخص المحبط، وبعدين نبدا ناخد الطرق اللي بيحاول يتكيف بيها مع الشعور ده. في منها طرق دايركت وطرق اندايركت، والطرق الاندايركت بتوصل منها لحاجه اسمها الديفنس ميكانيزم، اليات الدفاع، ودي هناخدها بالتفصيل بعد كده، عليه كلاسيفيكيشن وكل نوع مناسب لمين والكلام ده كله. فدي اول حاجه بالفرستريشن اللي هو الاحباط. تعريف الاحباط يعني ايه؟ هو ايموشنال ستيت، حاله شعوريه او حسيه، unpleasant اكيد مش حاجه كويسه، شعور مش لذيذ وشعور بيضايق، تمام؟ نتج عن ايه؟ نتج ان انا كشخص كان عندي هدف معين عايز احققه، او في حاجه معينه كنت عايزه انجزها او اعملها وما عرفتش، فاتضايقت وزعلت، فاحساسي بالرضا عن نفسي او بالرضا عن اللي حصل اصلا اختفى، ما بقاش موجود، لان انا مش راضي عن اللي حصل، انا متضايق ومحبط، تمام؟ طيب، فهو تعريف سهل جدا. هو unpleasant emotional state، حاله شعوريه غير ساره بتحصل بسبب ان انا حصل لي بلوكينج في الساتسفيكيشن موتيفيت، الحاجه اللي كانت بتعمل لي بتحفز لي الرضا عن النفس عندي، حصل لها بلوكينج، تمام؟ لاني ليه كان عندي جول اتشيفمنت وما عرفتش احققه، تمام؟ طيب، بعد كده الشخص المحبط ده بيبدا ياخد ردود افعال ناتج عن الاحباط او الشعور اللي هو وصل له ده. اول حاجه منهم يا اما الشخص ده هيفضل يحصل له اجريشن، هيتعصب ويزعق ويتنرفز والكلام ده كله، يا اما هيبقى ابسي يعني بارد، ما شعور لا مبالاه، ما اداش اصلا رياكشن، تمام؟ يا اما فانتزي، بدا يتخيل ان هو اصلا حقق الهدف ده عشان يبدا يقلل من الضغط النفسي اللي حصل له بسبب ان هو ما وصلوش، فهو ما وصلش الهدف، لا هو بدا يتخيل ان هو وصل له اوريدي عشان يقلل من الضغط بتاعه ده. يا اما ستيريوتايب وريجريشن وحاجات تانية هناخدها دلوقتي، ناخد بس حاجة حاجة. أول حاجة الأجريشن، الأجريشن ده اللي هو الغضب والنرفزة. أنا دلوقتي رحت المحاضرة شديت مع دكتور معين، فالدكتور زعق لي فكلامه ضايقني جدا وبتاع، فقمت ردد معلي صوتي ومتنرفز ومزعق للدكتور والكلام ده كله، ده اسمه دايركت أجريشن. أنا صبيت غضبي أو طلعت الزعيق أو النرفزة اللي كانت جوايا على الشخص، على against الانديفيديوال أو السبجكت أو الأوبجكت اللي هو كان أصلا مصدر للاحباط، سورس اوف فرستريشن. ده دايركت، ان انا دكتور زعقني فانا رديت بزعيق وطلعت نرفزتي اللي هو سببها لي عليه، تمام؟ ده الدايركت. النوع التاني اللي هو displaced aggression، انا طبعا ما قدرتش افتح بوقي قدام الدكتور ده عشان عايز انجح طبعا، فقمت مروح وكبرت دماغي، روحت اتخانقت مع اخواتي في البيت ودبيت خناقه، هما ما لهمش ذنب وهما ما دبتش لاسباب معينه، ولكن انا بطلع النرفزه اللي جوايا عليه، يعني ما عرفتش اتشطر على الحمار فشطرت على البردعه، تمام؟ وعشان كده ليه مصطلح تاني اسمه سكيب جوتينج، تمام؟ هو ده نفس معنى كلمه displaced aggression، ان انا صبيت غضبي against incident person او people، ناس ما لهمش اصلا ذنب في اللي حصل وما كانش ليهم علاقه اصلا بشعور الفرستريشن اللي جالي، تمام؟ ده اول حاجه الاجريشن. تاني حاجه ابسي. اول حاجه الاجريشن ده هو الكومن، ده اكتر ريسبونس بينتج عن الفرستريشن، اكتر رد فعل بيجي من الاحباط هو الاجريشن، الاكتيف ريجريشن قصدي، تمام؟ ولكن في ريسبونس تانية عكس الاجريشن تماما اللي هي الابس، البرود واللامبالاه، الديفرنس برضو اللي هي اللامبالاه، ويزدرول او الانسحاب، ههرب من الموقف وانسحب منه واتعامل كانه ما حصلش حاجه عشان ما ازيدش الضغط النفسي عليا، تمام؟ طيب طب انا بيقول لك ايه الفرق، احنا مش عارفين ايه السبب المعين اللي يخلي شخص يعمل اجريشن وشخص تاني يبقى ابسي، مفيش سبب معين للاثنين، ولكن بيقول ان الليرنينج المرور بدروس الحياه عامه والتجارب والخبرات وكل الحاجات دي هي اللي بتكون الشخص اللي قدامه، تخليه اما شخص حمائي بقى وبيزعق وبيتنرفز من اقل حاجه، اما شخص بارد ما عندوش دم، ودي احسن طبعا، تمام؟ فبيقول لك ان الليرنينج هو امبورتنت فاكتور، ان الرد الفعل ده بيكتسب اصلا مع الوقت، ليرنت ان ماتش ذا سيم مانر زي البيهافيورز، زي السلوكيات اللي انت بتعملها في حياتك دي جبتها وتعلمتها كده مع الوقت ومع الحياه، هي نفس الكلام برضو في الريسبونس، تمام؟ طيب تالت حاجه عندي الفانتازي، لما البروبلمز بتبدا تكتر عليا جدا تبقى تو ماتش ان انا اقدر اتحملها، فانا بهرب من الواقع واروح للدريم وورلد زي ما بيقولوا، لعالم الخيال او الاحلام، اتخيل اللي انا عايزه، انا كان في بالي الجول المعين ده عايز احققه ما عرفتش احققه، خلاص رحت اتخيل ان انا حققته عشان ارضي نفسي او ادي لنفسي شويه شعور بالسيفيكيشن، او اتخيل ردة فعلي كانت هتبقى ايه لو الجول ده اتحقق والجو ده، تمام؟ طيب ده السوليوشن اوف سكيب، ده ان انت بتهرب للدريم وورلد، وده بيعتمد على الفانتزي مش على الرياليتي، تمام؟ طيب بعد كده عندي حاجه اسمها ستيريوتايب،
بدل ما انا لا اتنرفزت ولا طلعت زعيق على الدكتور ولا رحت طلعت في البيت، بس فضلت انا بقى اكل وجبت في نفسي كده. فبدات اهز في رجلي جامد، اقرقط في ضوافري، اشد، في ناس بتوصل ان هي بتشد في شعرها. دي ستيريوتايبس، هي شويه حركات ايمليس ملهاش هدف، يعني شويه بيهيفيرز ايمليس وبتبقى ريليتيف متكرره. انا بفضل اهز رجلي كتير، افضل اكل في ضوافري، افضل رايح جاي في المكان اللي انا فيه. تمام، طيب دي ستيريوتايب. ريجريشن، ان انا دي بتحصل اكتر في الاطفال. ازاي؟ لو طفل معين مثلا مامته كان بتحفزه مثلا بحاجه معينه ان هو يمشي، هو كان بيزحف مثلا وهي عايز تعلمه بقى ازاي المشي، فبدات مثلا تجيب له شوكولاته، في شوكولاته او حاجه في مكان معين وتحطها له وهو يروح يزحف لحد ما ياخدها، او مثلا كانت بتكافئه بيها مامته زي تعريف يوم مش عارف ايه، فبقى ما يمشيش. هو كان بالنسبه له المشي ده مكافاه لمامته على الحاجه اللي هو بيعملها، ما بقاش يمشي ورجع يزحف تاني. او مثلا كان مثلا الدكتور كان بتقول ان هو مثلا لو كان اتعود يعمل مثلا حمام في المكان اللي بيعمل فيه حمام، لا بقى بيعمل حمام مع نفسه ورجع تاني للبريميتيف مودز اوف بيهيفير، للحاجات البدائيه. يعني هو كان اتعلم حاجات تانية جديده، ان هو اتعلم مثلا يعمل حمام في الحمام في التواليت في مكانه، اتعلم ان هو يمشي يبتدي يمشي ما يسحبش، لا رجع تاني يسحب بدل ما كان بيمشي ورجع تاني ما يعمل حمام على نفسه عادي. فكل الكلام ده ان هو return to more primitive modes of behavior. طيب anxiety، القلق طبيعي لما الواحد بشعور الاحباط، انا محبط ببقى قلقان، طب انا الجول ده ما عرفتش احققه، طب انا هعمل ايه، طب اقدر اعمل ايه. بتفضل عندك بقى شعور بالقلق اللي هو البوري او الدريد اللي هو الرهبه او الكلام ده كله، عادي anxiety مصاحبه للاحباط عادي. تمام، طيب دلوقتي هنبدا ناخد الكوبينج ويز anxiety، ازاي اتعامل. هو اكتر حاجه مركزين عليها في المحاضره هو الانكزايتي اللي نتج عن الفرستريشن ده، ان انا ازاي اتعامل او اكوب ويز القلق ده عشان ما خلوش ياثر عليا وعلى حياتي اليوميه. اول حاجه دايركت كوبينج، ان انا اواجه، اقعد اشوف الفرستريشن الاحباط ده جالي من ايه وابدا اشتغل عليه. معلش احقق الجول، هبتدي من اول جديد احققه، هبتدي تاني وهحاول تاني، هحل الموضوع، مش عشان انا حليته فبالتالي اتجنب القلق اللي كان جاي منه ده او اغيره اصلا. تمام، بيقول لك ان هي دايركتلي ديل دايركتلي مع الانكزايتي، مع السيتويشن قصدي اللي سبب لي الانكزايتي دي. تمام، فهقدر الموقف واحله وابدا اغيره واعمل حاجات يعني عشان اغير القلق ده او اتجنبه خالص. تمام، طيب ده الدايركت كوبينج. الديفنسيف كوبينج بقى ايه؟ انا كل اللي هممني دلوقتي، انا مش هممني اصلا الجول خلاص، انا مبقاش يهمني الجول، انا كل اللي هممني دلوقتي ان انا اقضي على شعور القلق اللي جالي من عدم تحقيق الجول ده. يعني انا مش هبص للسيتويشن اصلا، لا انا هبص للانكزايتي اللي ناتجه عنه وابدا اركز ازاي احل الانكزايتي، مش ازاي احل الموقف او السيتويشن اللي كان سبب اصلا في الانكزايتي. تمام، طيب هو بيقول لك هي ميثود فيكوس ان بتركز على ان هي تدافع عنك ضد الانكشنس فيلينج، شعور بالقلق، without trying to deal with the situation اللي هو اصلا anxiety producing situation، السيتويشن اللي سبب لي الانكزايتي دي من غير ما احاول اتعامل معاه، انا هخش اركز على الفيلينج نفسه على طول. تمام، طيب بيقول لك ان دي they include various ways of changing one's perception to situation to make it less frustrating. ازاي هي بتتعامل مع من anxious feeling ده؟ اول حاجه قالك هي بتبدا تغير البرسبشن بتاعك انت، الشعور بتاعك انت، او استقبال حواسك اللي هو الاحباط او القلق او كل الشعور، يعني اللي هو الشعور البدائي ده، هي بتبدا تغير استقبالك ليه، فبالتالي تبدا تحسسك ان هو اقل تاثير او اقل تهديد عليك. تمام، طيب مين بقى الحاجات اللي بتعمل كده؟ اسمهم احنا سميناهم ديفنس ميكانيزم، وكمان عملنا لهم كلاسيفيكيشن. اهم حاجه عايز اعرفها ان الديفنس ميكانيزم دي هي هتقلل لي الفرستريشن اصلا، هتقلل لي الشعور بالاحباط، وبالتالي هتقلل لي التنشن او القلق اللي كان ناتج عنه. تمام، طيب بعد كده ايه اهميه الديفنس ميكانيزم؟ قالك هي اصلا حاجه انكشوس، مش حاجه مش ناتجه منك، يعني انت اصلا مش بتبقى قاصد تعملها، انت بتلاقي نفسك تلقائي بتعملها من غير وعي منك. كمان هي الديفنس ميكانيزم هي حاجه انكشوس، بتتعامل مع الفرستريشن، بتتعامل مع شعور الاحباط وتقلل القلق، وتعمل بالانس ليك انت، وتحافظ على الانر هيرموني بتاعك، الانسجام الداخلي او سلامك الداخلي تقدر تحافظ عليه. وكمان تحللك الايموشنال ديفيكولتيز اللي هي المشاكل مثلا عندك بالاحساس او الشعور، المشاعر يعني اللي مضايقاك او كده، تبدا تحلها لك. فبتوفر لك في الاخر هيلسي ادجستمنت، يعني بتبدا تنظم لك السيمتوم او المال ادابتيشن اللي هي طريقتك في ان انت ما عرفتش تتعايش مع اللي حصل ده او مع الحاجه اللي سببت لك احباط، تبدا هي تعمل لك هيلسي ادجستمنت ليها وتبدا تعالجها لك. تمام، طيب
دي اهميه الديفنس ميكانيزم. بعد كده نبدا ناخد الكلاسيفيكيشن بتاعه الميكانيزم دي. اول حاجه نارسستيك ديفنس او اميتشر او نيوروتيك او اميتشر. اول حاجه النارسستيك دي احنا هناخدهم حاجه حاجه وبعدين نقول هي مناسبه لمين. تمام. طيب اولا النارسستيك دي في منها اربع انواع. النارسستيك دي اللي هي النرجسيه ان انت يعني الشخص النرجسي ده مش شرط اللي هو الشخص اللي شايف نفسه قوي او اللي هو مفيش زيه اتنين، لا مش شرط، بس هو شخص شايف ان المشكله مش عنده عامه. يعني معنى كلمه نرجسيه هنا او في المحاضره ان الشخص شايف ان المشكله مش عنده او شايف ان مفيش مشكله اصلا. تمام. طيب ده بتقسم انواع. او النوع اللي هو الدينايل. الدينايل دي اللي هي جايه من ديناي، انه بينكر، ان هو اصلا بينكر ان في مشكله، هو مش شايف ان في مشكله. تمام. هو بيقول لك avoid becoming aware of some painful aspects of reality. هو بيتجنب الشعور، بيتجنب المشكله اصلا. avoid بيتجنب الوعي بان في painful aspect، في ان في جوانب موجعه بالنسبه له او بتضايقه من الحقيقه. لا هو عادي مثلا انا ما حققتش الهدف ده، تمام، وده مضايقني، خلاص انا عادي اصلا على فكره ده ما كانش هدفي، عادي مش مشكله اصلا، عادي اصلا انا كنت حاطط الهدف ده كان ايه اللي هيحصل يعني، فاهمين كده. فبينكر اصلا شعوره بالالم او شعوره بالاحباط او كان في مشكله اساسا. تاني حاجه بيقولك ان هو لو الموضوع ده كان يروزس، تمام، يعني لو النارسستيك دينايل دي كانت جايه بسبب حاجه على مستوى النيرفس، يعني هتبقى دي حاجه ليها علاقه بالنيوروتيك والادابتيف اوبجكتيفز، يعني مش موضوعنا. تمام. انما السايكوزيس هي بتبقى ديناين، انا بنكر الحقيقه اللي قدامي، الاكسترنال رياليتي انا بنكرها، بنكر ان كان عندي مشكله، بنكر ان شعوري بالاحباط اللي جاي بسبب ان انا ما حققتش الجول ده. تمام. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها ديستورشن. ديستورشن يعني تشويه. تشويه ازاي؟ انا مثلا زي حوار بالظبط الفانتازيا فوق. الفانتازيا فوق كانت بتقول ان هو مش بيبدأ ينتجه لعالم الخيال عشان يبدأ يدي لنفسه شعور بالرضا ويتخيل الحاجات اللي هو معرفش يحققها ان هو حققها. هو هنا نفس الكلام، بيعمل reshaping external reality، بيبدأ يغير او يعدل في الحقيقة او في الواقع اللي قدامه عشان يناسب احتياجاته اللي هو كان عايزها. فيبدأ يتخيل unrealistic beliefs، يبدأ ياخد معتقدات مش حقيقية، يبدأ يحصل له هلاوس ويبدأ يشوف نفسه ان هو حقق الجولز ويفتكر ان هو حققها فعلا ويبقى متخيل ده في دماغه. ويحصل له delusions اللي هي الأوهام بقى وكده. تمام. طيب ده distortion. تاني حاجة primitive idealization، دي بتيجي أكتر في الأطفال. زي إيه؟ زي إن أنا دي تاني حاجة أقولها، إن هي بتيجي أكتر في الأطفال. الطفل يعني في بداية طفولته كده الطفل بيبقى بريء وشايف إن كل حاجة بريئة، ما بيبقاش لسه تعرف على الشر أو الحقد أو الغل أو الحاجات دي كلها اللي هي يعني فاهمين. فهو بيبقى شايف إن كل الناس كويسة وإن كل حاجة كويسة عادي. يعني هو مش شايف اصلا ان الجولز لو متحققتش ما فيهاش مشكله، لا بيبدا يشوف ان عادي يعني كل حاجه كويسه، هي الدنيا جميله. بيبدا شايف ان يعني الاطفال لما مثلا دايما بيبقى عندها نوايا بريئه، فاهمين. فهو بيبقى شايف الشخص البريميتيف ايدلايزيشن بيبقى شايف ان كل حاجه ايدل، بيبقى شايفها بيرفكت وممتازه، اول جود اند ايدل. تمام. طيب بروجكشن الاسقاط. الدكتور كانت بتضرب مثلا، بتقول مثلا لو انا في مثلا حد زميلي في الشغل او حاجه بيغير مني جدا، وانا بغير منها قصدي جدا وبحقد عليها وبغل منها واللي هو انا عايزه اوقعها في شغلها ومش عارف ايه، انا بحقد وبغل منها طبيعي، ما بقاش انا شايف ده، ببقى شايف ان هي اللي بتغل مني وبتحقد مني. يعني ببقى شايف العكس، شعوري انا بسقطه على الشخص اللي قدامي. بروجكشن اصلا يعني اسقاط، ان انا بشوف. عارفين لما بيقول لك مثلا اللي هو بتاع اسمه ايه ده، يبقى العيب فيه ويجيبوا فينا حاجه، مش فاكره مثلا قوي، بس حاجه زي كده، ان هي بتبدا تشوف هي الحقد والغل والحاجات دي كلها بتبقى هي جواها هي، بس هي بتبقى شايفه ان هي لا ده اللي جوه الشخص اللي قصادي اللي انا بغل منه او بحقد منه. فهو بيقول لك ان هي رياكتنج تو ان ان اكسبتابل انر امبلسز. الان اكسبتابل انر امبلسز اللي هي الشعور اللي جواها اللي هي شايفه ان هو ان اكسبتابل، يعني هي عارفه ان الغل والحقد ده حاجه وحشه وان اكسبتابل وهي مش عاجباها. بتبدا تشوفها اوتسايد ذا سيلف، ان هي بره عنها اصلا، يعني الحقد والغل ده مش جواها هي. فبتبدا يحصل انكونشس موتيفايز، هي مش بتبقى قصده ده، هي بتبقى متخيله ده وبتبقى مصدقه ده جدا. يعني هي مش بتبقى قصده ان هي تطلع الشخص قدامها هو اللي بيغل ويحقد، لا هي من جواها بتبقى شايفه كده، بتبقى شايفه ان المشكله مش فيها والمشكله في الشخص اللي قدامها، هو اللي بيغل وهو اللي بيحقد وهو اللي الى اخره. تمام.
بيقول لك ده بيليد في الاخر ان ده بيؤدي لتطور الاوهام عندها، تبدا شايف ان الشخص ده ممكن فعليا يأذيها، وممكن تفكر ان الشخص ده بيعمل اي حاجه، زي الناس اللي كل ما تقول لك حاجه يقول لك ده حد عامل لي عمل، ده حد عامل لي عمل، ده مش عارف ايه. الناس دي فعلا بتبقى مصدقه من جواها ان في حد عايز يأذيها ويعملها عمل، والناس كلها بتغل منها وبتحقد منها، مع ان احيانا في معظم الاوقات بيبقى العكس فعلا. تمام، فبيقول لك ان هو بيبقى conscious motivated to other people، ان هي الشعور اللي جواها ده هي بتبقى بتسقطه على الاشخاص التانية، فبالتالي ده بيؤدي لتدهور الاوهام. طيب بعد كده ده كده احنا خدنا انواع النارسستك اللي هي denial، ان هو بينكر اصلا، distortion ان هو يبدا يزيف الحقيقه اللي قدامه عشان يخليها مرضيه لنفسه، primitive idealization ان هو يبقى شايف ان كل حاجه تمام اصلا والدنيا زي الفل والنوايا بريئه زي الاطفال زي ما بنقول، projection اسقاط ان انا ابدا اطلع المشاكل اللي عندنا واشوفها في الشخص اللي قدامي مش بشوفها فيا انا. تمام، طيب هو فوق بيقول لك النارسستك ديفنس بتيجي اكتر مع الشيلدرن، مع شخص من مع الاشخاص السايكوتكس اللي هم مش النورمال، اللي هم عندهم مشاكل اصلا نفسيه، ومع الاطفال زي ما قلنا زي primitive idealization. طيب بعد كده تاني نوع من انواع الديفنسز اسمه immature defense، ده بيجي في الاشخاص المراهقين. بيجي في الاشخاص المراهقين اللي عندهم depression، اللي عندهم اكتئاب او obsession compulsions، اللي هم عندهم الوسواس القهري او الاكتئاب، اللي هم المراهقين يعني. تمام، طيب الميتشر ديفنس دي في منها نوعين، نوع اسمه acting out ونوع اسمه hypochondriasis. طيب الacting out ده زي بالظبط اللي كنا بنقول عليه فوق الaggression، الdirect aggression كمان، هو بيبقى direct expression of an unconscious wish or impulse to avoid a company affecting، يعني ببدأ أعبر بطريقه يعني اللي هو انا فجاه اتنرفزت وجالي انهيار عصبي، زي اللي بيجيلهم انهيار عصبي كده بيبداوا يهلفطوا بكلام كتير مليان غضب ومش عارفين، هم اصلا مش عارفين هم بيقولوا ايه، هم مش مركزين في الكلام اللي بيقولوه، ويجي يقول لك اصلا كنت متعصب وما خدتش بالي انا كنت بقول ايه. وفعلا في ناس بتبقى ناسي اصلا هي قالت ايه ساعه الغضب او ساعه العصبيه او الزعيق ده، فهو بيبقى دايركت اكسبريشن لانه بيطلع عن كونشس زي ما بيقول، هي بتبقى حاجه لا اراديه، بيبدا يعبر عن غضبه حاجه بكلام وطريقه لا اراديه، ولكنها بتبقى دايركت. تمام، ليه؟ عشان هي افويد الكومباني افكت، عشان هو الناس دي بتبقى شايفه ان هي بعد كده فضلت قاعده مع نفسها وفضلت تكبت في نفسها هتطق يعني من الغيظ، فاضطرت تعبر بالطريقه المباشره دي اللي هي الاكتنج اوت، وده جريتيفاينج ذا امبلس مور ذان ستوبينج ات. ده بي بي هو مش بيوقف الالفونس، مش بيوقف الامبلا اسمها ايه الامبلس، مش بيوقفها، هو بيخرجها منه اصلا. تمام، طيب فبيساعد يعني في حلها. طيب الهايبوكوندرياسيس قال لك هو ترانسفورميشن اوف تنشن تو ووردنج اوف ذا اذر كومبلينتس، الدكتور قالت في ثلاث حاجات بيتحولوا من وجع نفسي لوجع عضوي، ان انا يبقى عندي ضغط نفسي يبدا يظهر عندي على هيئه مشاكل عضويه. تمام، من اول حاجه منهم اللي هي الهايبوكوندرياسيس دي، قال لك ان انا هحول التنشن او القلق اللي عندي ده هعمله ترانسفورميشن لكومبلينتس، لمشاكل، المشاكل دي عضويه، بسمي الحاله دي بين سوماتيك إلنس، ان انا بدا الناس عارفين اللي هو يقول لك زي مثلا الناس اللي بتفضل تكتم في قلبها وتعصب مش عارف ايه، اللي هي الهارت بروكن سيندروم مثلا، او الناس بيبقى يظهر في جسمها كدمات حمراء او بنفسجي من اثر الالم النفسي. تمام، هي الحاجات دي منها الهايبوكوندريسيس دي، قال لك ده بتبقى طريقه من الجسم ان هو يخفف بيها احساسه بالذنب، ريدوس الجيلتي وريسبونسابيلتي. تمام، نقل الشعور بالذنب او المسؤوليه تجاه احتياجاته اللي هو ما عرفش يوصل لها. جميل، طيب دي الاميتشر، دي طريقه غير ناضجه ان انا زعق او اصب غضبي وانهار عصبيا مره واحده، دي حاجه طبعا مش كويسه، حاجه مش تصرف ناضجه اصلا ان هي تعمل كده، ولا الهايبوكوندريسيس برضو مش يعني مش تصرف ناضج ان انا اسيب نفسي وافضل من قلبي كده لحد ما اصلا هو دي تصرفات غير ناضجه من الجسم. تمام، الهايبوكوندريسيس دي تصرفات غير ناضجه من الجسم، ان هو الجسم معرفش ازاي يعمل ادابشن ميتشر، في حاجه تحت اسمها ميتشر ادابشن اللي هي الطرق الميتشر بقى للجسم ان هو يعرف يادبت مع الـ مع الـ مع الانكزايتي ده. تمام، هو هنا الميتشر معرفش يوصل للحاله كامله من ادابتيشن، فبدا في حاله انكونشوس وانهيار عصبي يطلع كله جواه وياكت انج اوت، يا اما يعمل هايبوكوندريسيس يفضل يكتم لحد ما ده يظهر كاثر عضوي. في الحالتين الجسم شيب مش فشل، بس هو عمل ديفنس ميكانيزم اميتشر غير ناضج. تمام، طيب بعد كده نيوروتيك ديفنسز، اول نوع منهم عندنا الكنترولينج. طيب النيوروتيك ديفنسز بقى عندي اول حاجه كنترولينج،
انا دلوقتي شخص شغال في تيم معين، انا عايز اقوم بكل حاجه بنفسي، عايزه ابقى انا المشرف وانا اللي اشوف كل حاجه وانا اللي اعمل كل حاجه بنفسي، عشان ده لو انا مثلا اعتمدت على الناس التانيين ده بيعمل لي انكزايتي، انا ببقى قلقان ومبقاش اللي هو لا عايز انا اللي اشرف على كل حاجه بنفسي وانا اللي اقوم بكل حاجه بنفسي عشان اتاكد ان كل حاجه 100% زي ما انا عايز. تمام، بيقول لك اكسسيف محاوله اتمت اكسسيف ان هو يمانج او يكريت ايفنتس اور اوبجكتس في الانفايرمنت اللي حوله، وده عشان طريقه منه ان هو يمينيمايز الانكزايتي ويحل الانترنال كونفليكتس اللي عنده، يحل صراعه الداخلي ويقلل من قلقه الداخلي، فبيبقى عايز ان هو يمانج ويرجليت كل الحاجات اللي في الانفايرمنت اللي حواليه بنفسه. تمام، ده اسمه كنترولينج. تاني حاجه ديسبيسمنت، ان انا هي بطبيعتها متعمده وفي نفس الوقت انكونشس، يعني انا يعني عقلك الواعي هو عقلك الواعي هو اللي بيخليك تعملها، بس يعني هي في نفس الوقت ليها يعني ايه انت مش بتبقى قصدها. تمام، هو عليك اللاواعي هو اللي بيعملها، بس هي بتبقى بطريقه بروبوز يعني ليها غرض ما، يعني هو برضو ان انت برضو تقلل الانكزايتي وان انت تحل صراعك اللي هو الداخلي مع نفسك. تمام، طيب هو بيقول لك ان هو unconscious shifting، ان انت بتعمل شيفت من موضوع من المشكله اصلا اللي عندك، يعني انا مثلا عندي مشكله كبيره ومش عارف احلها فابدا اتوه منها واشغل نفسي في حاجه تانية، اخش في حاجه تانية، عندي مثلا مشروع باظ اقوم سايب ده خالص واروح اشتغل في مشروع تاني الهي نفسي بيه. تمام، طيب اللي هو unconscious shifting from object to another object عشان اتجنب اصلا يعني هو دي طريقته اصلا في ان هو يحل الكونفليكت. تمام، طيب تاني حاجه dissociation هو temporary but drastic modification of character or sense or personal identity to avoid emotional distress. يعني ايه؟ انا شخص مثلا كنت طيب بزياده، فمثلا باخد على دماغي بزياده، كله رايح وجاي يديني على قفاه. تمام، فده كان مسبب لي احباط وعمل لي يعني خلاني unconfident يعني سبب لي مشاكل كتير من ضمنهم frustration او anxiety يعني. فانا بدات نتيجه المشاعر اللي انا حسيت بيها بدات اتغير، ما بدات ما خليش حد يتعدى حدود الليميتس اصلا بتاعته معايا، فبالتالي بقيت شخص بارد مثلا اللي هو خلاص اللي يحصل يحصل، يا اما بقيت شخص اصلا ما بسمحش لحد ان هو يتعدى حدودي معايا لدرجه ان هو يسبب لي مشاكل نفسيه او انكزايتي او فريستريشن او كده. فهو بيقول لك ان انت هو تغيير بيبقى مؤقت، لان يعني دي في الاول وفي الاخر مش شخصيتك الطبيعيه، دي اصلا مش شخصيتك، دي شخصيه انت اصطنعتها عشان تقدر تحل مشاكلك. تمام، بيقول لك ان هو موديفيكيشن بتعدل في الكاركتر او السنس اوف بيرسونال ايدنتي، شخصيتك انت او الكاركترستيك بتاعتك ان انت تتغيرها عشان تتجنب الايموشنال ستريس، عشان ما ترجعش تعيش الشعور اللي كان مضايقك ده. تمام، طيب بيقول لك كمان الموديفيكيشن دي بيجي معاها حاجات نيورولوجيكال، دكتور اكدها الكلمه دي ان دي اكتر حاجه بيجي معاها حاجه نيورولوجيكال، يعني الديسوكيشن بيجي معاها فيج ستيتس او هيستيريكال او كونفرشن رياكشن، انت تبدا رياكشنز بتاعتك تتغير او تخش في حاله هستيريه او فيوج ستيتس اللي هي حالات الاغماء وكده. طيب الريشناليزيشن انفينشن اوف كونفايزنج فولس اكسبلانيشن فور وانس بيهافير اور فيلينجز، لما ابدا ابقى عارف ان في حاجه معينه غلط وابدا ابرر لنفسي فيها، اقول مثلا انا عارفه ان ده غلط بس انا عملته، انا عندي اسبابي اللي خليني عملت الغلط ده، ده اسمه rationalization، ان انا ببدأ احط للحاجة اللي انا عارف انها غلط ابدأ اقنع نفسي، وعي يبدأ يقنع نفسه بيها، لا انا صح وان انت عندك اسبابك وان انت ليك الحق في ان انت ترتكب الغلط ده. تمام، convincing بيقنع نفسه false explanation طبعا تبريرات غير صحيحة للbehavior اللي هو بيعمله او للfeeling اللي هو حاسس بيه. تمام، طيب reaction formation، دكتور كانت ضربت مثال على الموضوع ده، بتقول لو في ام مثلا بتكره جوزها جدا وكانت مغصوبه على الجواز منه او ايا كان وخلفت منه عيل، فبالتالي هي من كرهها في الراجل هي مش طايقه الولد اللي هي جابته منه اصلا. تمام، فهي متضايقه من نفسها ان هي ازاي امها ما بتحبش ابنها، هو هي ما بتحبهاش، دي حاجه انكونشس عندها ان هي ما بتحبهاش، ان هي ما بتحبوش قصدي بسبب والده. تمام، او بسبب الظروف اللي هي اتحطت فيها وكده، فمش عارفه تحب ابنها، فبالتالي هي متضايقه من نفسها ازاي تبقى ام مش حابه ابنها وشايفه ان هي غلطانه عشان عارفه وحاسه بالذنب ان هو شايفه ان ابنها ملوش ذنب في ان هي ما تحبوش، فتبدا تظهر عكس ده تماما، تبدا تدلعه جدا وتدلله جدا، تبدا تزايد في كل حاجه معاكسه لشعور الكره. تمام، فعشان تدي نفسها احساس بالرضا من جواها
واللي هو انت رغم ان انت ما بتحبوش بس انت دلعتيه وجبتيله وعملتيله وما بتزعقلهوش وما بتعملهوش كل ده، تبدا تعكس اي حاجه ممكن الكره يسببها عشان ترضي نفسها وتحس ما تحسش نفسها بالذنب ان هي بتكرهه. تمام؟ فهو بيقول لك expression of the reverse of one's real impulse. الريال امبلس عندها الشعور الحقيقي عندها ان هي بتكرهه، لكن هي بتبدا تظهر expressions للريفرس العكس تماما. تمام؟ فهو بيقول لك unconscious drive على الكلابات بيقودك ان انت تحول الامبالس دي لكونشوس اوبزيت للحاجه عكسها تماما. تمام؟ بس بتبقى كونشوس، بتبقى قصدها، هي بتبقى قصدها ان هي يعني الحاجه اللي هي بتعملها العكس الاوبزيت دي بتبقى كونشوس، هي قصدها ان هي تدلعه وقصدها ان هي تجيب له وتعمله وبتاع، انما كرهها دي اللي هو الريل امبالس نفسه كان انكونشوس. تمام؟ طيب بعد كده بس انه بيسجل عشان ما يجيليش. ماشي. بعد كده ماتشر ديفنس، ده اخر حاجه، ودي بقى احسن الطرق اللي ممكن احسن انواع يعني السيلف اسمها ايه ديفنس ميكانيزم، دي احسن انواع والانواع الماتشر بالنسبه للجسم وبالنسبه كمان للشخص والكلام ده. اول حاجه منهم الالتريزم اللي ثار، اللي هو كونستراكتيف جرتيفاينج سيرفيس تو انذر، ان انت تقدم خدمات بطريقه بناءه وكويسه للاشخاص اللي حواليك. اللي هو مثلا ايه، انت دلوقتي معرفتش حاجة الجول بتاعك، فبدل ما تبدأ تطلع عصبيتك وضغطك على الناس اللي حواليك، لا تبدأ تفضلهم عن نفسك وتبدأ يعني ده هيديك شعور ما كويس ان انت بتأثر الناس على نفسك، فتبدأ ده يحسك بشوية ساتسفكيشن كده. تمام؟ طيب تاني حاجة الانتي سبيتيشن، ان انت بدل يعني طريقة الادتيشن بتاعك ان انت دلوقتي كان عندك جول معين وما عرفتش حققه، فتبدا بعد كده اي جول تاني هتحطه هتبدا تبقى انتي سبتيشن، يعني تبدا تتوقع، تبدا تفكر كتير وتعمل كذا بلان للموضوع ده، ولو بلان ايه فشلت عندي بلان بي، ولو بلان بي فشلت عندي بلان سي، هفضل احط بلانز كده كتير وافضل افكر في الموضوع كتير وابدا افكر في نواتجه. طب لو بلان ايه حصلت ايه النتائج اللي هتطلع لي، طب لو بلان بي ايه النتائج اللي هتطلع لي، وهكذا. تمام؟ طيب هو بيقول لك ان هو concerned planning overly concerned planning، ان هو بطريقه اوفر جدا بيبدا يخطط planning worrying ويقلق وانسبتيشن، يتوقع الرغبه اللي هو عايزها يتوقعها ويتوقع ال dreadful outcomes النتائج الخفيه اللي عنده، يعني مش بس بتتوقع النتائج الظاهره، لا ده بيتوقع كمان النتائج الصغيره جدا هترتب على بعد كده بسنين. تمام؟ طيب تالت حاجه هيمر، اللي هو الدكتور كابتن الشعب المصري كله حرفيا ماشي بيه، ان هو يهزر الكوميديا السوداء، يعني بمعنى اصح اللي هو over expression of feelings، هبدا اعبر عن المشاعر بتاعتي بطريقه مضحكه او طريقه لذيذه without personal discomfort، من غير ما ابقى انا حاسس discomfort او من غير ما حاسس الناس اللي حواليا ان انا اديهم شعور unpleasant، ابدا اثر عليهم بنيجاتيف انرجي. يعني فبيقول لك ان هو over expression، ان انا هعبر over expression، ان انا هعبر عن expressions بتاعتي والfeelings يعني هعبر عنها من غير ما يبقى personal discomfort، من غير ما يبقى عندي discomfort، او من غير without unpleasant effects on others، من غير ما اثر على اللي حواليا بطريقه سلبيه. تمام؟ طيب بعد كده عندي حاجه اسمها sublimation قصدي a change of aim from a socially objective one to socially valued one، ان انا احول القيمه، يعني قيمه لحاجه معينه كانت مرفوضه في المجتمع لقيمه جيده. ثواني انا مش عارف يعني اللي هو ايه، افتكرت اللي هو فقد الشيء يعطيه، فاهمين؟ ان انا كان مثلا عندي انا واخده قيمه، يعني الحاجات اللي انا تعرضت لها والاكسبيرينس اللي انا تعرضت لها كانت حاجه مرفوضه من المجتمع، تعرضت مثلا لعنف اسري وانا صغيره. تمام؟ بعد كده ما اجي اربي ولادي، لا هدور كويس قوي ازاي اربيهم تربيه ايجابيه وتربيه ما تاثرش على نفسيتهم او ما تاثرش على كده، اللي هو فقد الشيء يعطيه بزياده. تمام؟ فبيقول لك ان هي استقبلت socially objective one وحولتها جواها socially valued one، ان هي حاجة قيمتها كويسة يعني. تمام؟ طيب introjection ده عكس projection، عكس الاسقاط. قالك لو انا مثلا شفت عارف انت لما تقعد مثلا مع حد وتلاقيه بيعمل تصرف معين ويعجبك جدا، زي مثلا ان هو مثلا قعدت وسط اتنين ولقيت ان واحد فيهم بيحاسب جدا على مشاعر الناس اللي حواليه في الكلام، ودي حاجة عجبتك فانت خدتها وحطيتها جواك وبقيت عايز تبقى زي الشخص ده، عايز تبقى شخص من جواك مثلا بتأثر الناس على نفسك، او ان انت شخص مثلا بيحاسب جدا على مشاعر اللي حواليه وبتاع بسبب موقف انت شفته. فهو بيقول لك ان انترجكشن للافد اوبجكت انفولفز، ان هو خد قيمه معينه شافها في حد تاني، خدها زرعها جوا نفسه
involves the internalization of characteristic of object with goal of establishing ان انت تخليها closeness وان الصفه دي تفضل موجوده ده يعني دايما جواك تمام. طيب بس لازم ان الاوبجكت دي تبقى لافت تبقى حاجه محبوبه يعني مش صفه وحشه مش حاجه وحشه كسبتها من حد يعني تمام. طيب بس في aggressive behavior اللي هو طريقه اللي هو ايه انت مثلا بتكبت فاهمين اللي هو ان انت ايه يعني اللي هو عارف المثال بتاع الدكتور ان انت روحت للدكتور كلمك ومش عارف ايه وما رضيتش تطلع غضبك عليه ورحت تطلعته دايركتلي على حد تاني. لا انت هنا بقى مش هتروح تطلعه على حد تاني انت تطلعه على نفسك عارفين هتكبته في نفسك وتبدا اللي هو ايه عذرا على المقاطعه كنا بنقول طيب كنا بنقول بس في aggressive behavior قلنا ان انا ما طلعتش مثلا دكتور زعالي او مش عارف ايه بلاش دكتور ناخد مثال تاني مثلا انا الدكتور كانت بتقول ان الست مثلا اللي هي بتاعت الشؤون او مش بتاعت الشؤون بتوع المصالح الحكومية مثلا مثلا اتخانقت مع جوزها ومش عارف ايه ما عرفتش تزعق ولا تتطلق مثلا فما عرفتش تطلع تتنرفز عليه او تطلع على جواه فكبست الموضوع جواها ومرة على مرة هي نفسها هي ما جاتش ما راحتش طلعته على حد تاني في ساعتها بس مره على مره هي كبتته جواها فبدا ده الشعور ده يتحول جواها لشعور ان هي زي ما هي متعكننه هي تبدا تعكنن على اللي حواليها. فانت مثلا تروح لها تقول لك لا تعالى بكره روح اطلعي عند مدام عفاف الدور مش عارف كام لا انزل لي هات مش عارف لا روح هي ما بتعملش حاجه ان هي بتطلع عليك اللي هي متعرضه له في حياتها من الناس اللي حواليها بس بطريقه باسيف تمام. طيب بيقولك ان ده بتحاول بقى الباسيفيتي وميزوخيزم وان هي تبقى تيرنينج اجينست السيلف تبدا تنقلب هي على نفسها اصلا وتبقى هي اصلا الشخص اللي بسبب الاحباط بعد ما كانت الشخص اللي جاي له احباط تمام او انكزايتي. طيب بعد كده سوماتايزيشن دي اخر حاجه ديفنس كونفرجن برضو دي تالت حاجه هي التانية كانت ايه ثواني هشوفها بس دي احنا قلنا اللي هو الهايبوكوندرياسيس دي اللي كانت حاجه بتحول حاجه عضويه دي تاني حاجه برضو سوماتايزيشن الديفنس كونفرجن اوف سايكيك ديريفاتيفز انتو بادلي سيمتومز بدل ما كانت حاجه سايكوتيك يعني او كده بقت سيمتومز بادلي عضويه تمام. بس كده تعتبر المحاضره خلصت. عايزه بس اقول حاجه ان الدكتور كانت بتقول ان احنا قبل ما بنتعرض لل يعني قبل ما نبدا عمليات الديفنس ميكانيزم دي تشتغل عندنا في حاجه مهمه جدا بتحصل قبلهم بس هي مش مكتوبه في الداتا اسمها ريبريشن. ريبريشن اللي هو الكبت ان انت مش من مره واحده بتبدا السلف الديفنس ميكانيزم دي تبدا تشتغل عندك لا دي مره ورا مره ورا مره في الاول انت بتكبت وبتراكم في الانكونشس عندك عقلك اللاواعي مش بيتصرف من اول مره كده لا هو انت بتبدا تراكم وتكبت ومره على مره على مره يبدا هو يتصرف بقى يعني انت عمال تكبت وتراكم ورا نفسك خلاص هو يضطر يتصرف هو ويعمل لك شويه حاجات انكونشس انت ما بتبقاش متحكم فيها انت ما انت لو كنت اتحكمت فيها من الاول مش هيضطر يعمل كده. فالريبريشن ان انت بتراكم وبتكبت جواك تمام دي حاجه بتحصل قبل اصلا ما نبدا الديفنس ميكانيزمز كلها تمام. طيب ثواني اشوف الحاجه الثانيه الحاجه الثالثه اللي هي الكات ديسوشيشن ان احنا قلنا ان هي بتظهر في الاخر على شكل سيمتومز نيورولوجيكال زي الهستيريكال والكونفرجن رياكشن والفيك ستيتس كده تمام. يبقى كده ديسوشيشن والهايبوكوندرياسيس وال اسمها ايه السوماتايزيشن تمام. طيب كده المحاضره تكون خلصت كويسه جدا ما فيهاش اي حاجه انت عارفين لو قريتها بس وفهمت الامثله كده زي ما بقول كل حاجه هتلاقي الدنيا تمام مش هتحتاج منك اي وقت خالص وربنا يوفقكم ولو في اي سؤال او حاجه بعتولنا على الجروب.